السلام عليكم المتتبعين الاوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد، طريقه جديده ان شاء الله، معلومات جديده اللي غادي نشارك معكم. مرحبا بكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا اموركم هانيه؟ ناشطين وماشطين ان شاء الله يا ربي. هذا الفيديو يلقاكم كلكم على خير وبخير، مرتاحين في عقولكم وقلوبكم، تشاهدوا بكل حب بكل فرح يا ربي العالمين، تستفدوا منه. اليوم غادي نشارك معكم طريقه ديال العرض الاولي، في عرض الاولي نفسه ان شاء الله يا ربي العالمين. نتمنى تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر بالتعاليق المتتاليه ديالكم اللي محفزه، واللايكات والبارطاج. كنتمنى تشاركوا في هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي العالمين، شجعوني. ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع. غادي يكون ان شاء الله الطريقه ديال العرض الاولي، وفي نفس الوقت غادي ندعم بعض القنوات ان شاء الله، ونتمنى لكم كلكم التوفيق. اللي بغات ندعمها مرحبا وسهله على النمره اللي غنحط لكم، تواصل معايا في الواتساب ويكون خير ان شاء الله. نحط القناه ديالها، الا دخلوا عندك غير 10 الناس من عندي راه الخير من عند الله ولله الحمد. ندعموا بعضياتنا، نشجعوا بعضياتنا، علاش لا؟ والحمد لله. نبدا على بركه الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. على بركه الله، اليوم غنشارك معكم الطريقه ديال العرض الاولي اللي الصراحه زوين، خصوصا البنات اللي باغيين يكملوا السويعات واللي باغيين الشرط الثالث يكملوه، كيعاون في المشاهده. نهضروا شويه على المميزات ديال هذا العرض الاولي. باش كيتميز بالمشاهده اللي كتكون مضوبله عندنا في الفيديو ديالنا، وفي نفس الوقت الفيديو ديالنا كيطلع من يلاه كنحطوه في اليوتيوب، كيتشاف في هذيك الساعات الدقائق الاولى. ديك المشاهده كتعاونوا بحال قلت، كيدفعوا اليوتيوب بديك المشاهده، كيتشاف كيوصل الناس اكثر. هادو هما المميزات باش كيتميز هذا العرض الاولي، صراحه زوين في نفس الوقت كنستافدوا منه بزاف. كنتمنى الطريقه تعجبكم، بديت معكم من الاول طريقه سهله وواضحه بالدارجه المغربيه ديالنا، واضحه وباينه اللي غادي يفهموها الناس جميع، بالاخص البنات اللي ما قاريينش عندهم قناه. كنتمنى يستافدوا من هذه الطريقه اللي غادي نشارك معهم. كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو يوصل لاكبر عدد ديال الناس اللي ما كيعرفوش يديروا هذا العرض الاولي. كنتمنى هذا الفيديو يتشاف باش الناس ان شاء الله يبداو، اللي ما كيعرفوش هذا الطريقه يبداو يديروا عرض الاولي، غادي يستافدوا منه. بالاخص البنات اللي خدامين على السويعات، والبنات اللي كيتسناو الشرط الثالث يكملوه. بالنسبه لهذا الشرط ان شاء الله غادي نهضر لكم عليه شويه. البنات اللي ما كيعرفوهش، كتكملي 1000 مشترك 4000 ساعه، ومن بعد كتخدمي على الشرط الثالث. بعد ما كتكملي 1000 مشترك و 4000 ساعه، كتفعلي لك القناه ديالك. ملي كتفعلي لك القناه ديالك، غادي تحبسي كامل الطرق باش كتخدمي. الا كنتي كتخدمي السويعات بالبي سي، الا كان شي واحد كيخدمهم ليك، الا كنتي كتفرجي للراس كنتي في القناه ديالك بالتليفونات ديال العائله نفس الويفي، هادشي كامل وغادي تحبسيه بصفه نهائيه. شنو غادي ديري باش تخدمي على الشرط الثالث تكمليه؟ غادي تبقاي ديري لا فيديوهات ان شاء الله، الا قدرتي ديري 5 لا فيديوهات في النهار، تلوحيهم ما كاين حتى مشكل. مهم تكون ما بين لا فيديو وفيديو، تكون على الاقل تكون ساعه. قد ما قدرتي ديري اللايفات، كثري من اللايفات. راه دابا البنات اللي ما عارفينش، اللي عندها 600 مشترك راه كيكون عندك اللايف مطلق. بداو ديروا اللايفات البنات، استغلوا اللايفات. ديري اللايف في الصباح، اللايف في وسط النهار، اللايف في الليل، فاش كيكونوا الناس جالسين يحضروا معاك ماشي مشكل. نتمنى تخدموا على القنوات ديالكم بالفيديوهات بالبارطاج، تدخلوا عند القنوات الاخرين باش يدخلوا عندكم، تبارطاجيو في الفيسبوك راه كيعاون البنات. ديما كنقولها لكم، الفيسبوك راه كيعاون بزاف، اللي كتعرف ليه تبارطاجي فيه القناه ديالها راه كيعاونها باش تطلع، باش توصل لاكبر عدد ديال المشاهدين. وكنتمنى ان شاء الله تستفدوا من هذا لا فيديو، تاخذوا بزاف ديال الافكار والنصائح اللي غادي تستفدوا منهم في القناه ديالكم ان شاء الله، خصوصا هاد الطريقه ديال هاد عرض الاولي اللي غادي نشارك معكم اليوم. الطريقه سهله لانه بزاف ديال الناس كيبغيو الطريقه ديال العرض الاولي، كيدخلوا كيلقاو بزاف ديال الناس كيدخلوا لجوجل، كيدخلوا بزاف ديال التطبيقات، كتجيهم طريقه صعيبه اليوم
غادي نشارك معكم بطريقة سهلة سهلة وواضحة بزاف. غادي ان شاء الله ديروا العرض بعد ما غتفرجوا في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، وتشجعوني بالتعاليق المتتالية ديالكم اللي هي ضرورية في العرض. العرض هو التعاليق المتتالية اللي كتبت ان المشاهدين اللي جالسين كيتفرجوا فيا راهم معايا. الا كتفرجي فيا في هذا العرض ما كتحطيش ليا التعاليق متابعين، ما كنعرفكش كاينه معايا، ما كنعرفكش كتفرجي معايا. لهذا دائما العرض هو التعاليق المتتاليه المتابعين، واخا تحطي غير دوك ليموجيات راه غادي نوري لكم كل شيء. هاد المسائل هذه كل شيء والطريقه ان شاء الله في هذا لا فيديو. نبداو على بركه الله. بديت معكم من الاول ديال العرض الاولي، هنا بديت كنمونطي لا فيديو ديالي. بعد ما كمل المونتاج دابا غادي نحطو في اليوتيوب، غادي نشارك معكم الطريقه. دابا راه صافي لا فيديو ديالي ها هو واجد، غادي نبارطاجيه في اليوتيوب. بعد ما غادي يتحط في اليوتيوب غادي ندير عنوان، ها هو غادي نبدا غادي نكتب العنوان ديالي ونحط الوصف في صندوق الوصف الا كنت بغيت نحط شي حاجه على لا فيديو ديالي، غادي نحطو على صندوق الوصف. بحال مثلا الا درت شي كيكه بغيت نحط المكونات ديالها في صندوق الوصف كنحطهم هو الاول، وبعد ما كنكمل في صندوق الوصف وكنكمل العنوان كنرجع غادي ندير لا فيديو خاص. غنضغط على هاد العلامه هذه اللي فيها القفيل، ها هي غادي نضغط عليها، ها هي كتولي زرقاء كما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نخرج غندير التحميل، ولا الا كيعطيكم حفظ غديروا حفظ، كل واحد وشنو كيعطيه التليفون ديالو على حسب التليفونات. صافي هنا غادي ندير تحميل، ها هو لا فيديو ديالي كيتيليشارج في اليوتيوب في القناه ديالي، ها هو ها هو باين لكم هذاك القفيل كما كتشوفوا معايا. وبعد ما كيتيليشارج لا فيديو ديالي، واحد المساله البنات بحال دابا انا عطاني جوج فيديوهات نفس الفيديو، جوج فيديوهات هنا ها هو باقي الفيديو كيتلاح ما نحذفوش. لا فيديو الثاني البنات هاد المساله هادي ردوا ليها البال الا لحتي لا فيديو في القناه ديالك باقي كيتيليشارجا وكيعطيك جوج فيديوهات نفس الفيديو ما تحذفيش واحد تقولي راه مضوبلي، لا خليه. من بعد غادي يرجع فيديو واحد ها هو. ودابا بعد ما لا فيديو ديالي تلاح في القناه في اليوتيوب كنمشي استوديو يوتيوب كنضغط عليه، بعد ما كنضغط على استوديو يوتيوب كنهبط لتحت هنا كندخل لهذاك لي فيديو اللي يلا حطيتها هو كنضغط عليه. ردوا معايا البال مزيان الطريقه باش تستافدوا، طريقه سهله بزاف. بعد ما كندخل لا فيديو كنمشي لهاد العلامه اللي كتبان لينا الشكل ديال القلم، هي من الفوق كنضغطوا عليها. ومن بعد كنهبطوا لهنا كنلقاو خاص كنضغطوا على هذاك القفيل، وبعد ما كنضغطوا عليه كيعطينا علني غير مدرج خاص وضبط جدول الزمني كنضغطوا عليها. ومن بعد كنضغطوا على هذه ضبط لفيديو كعرض اولي، ومن بعد كنضغطوا على هنا باش نضبطوا التوقيت والنهار فاش غادي نعرضوا لفيديو ديالنا عرض ديالنا. هنا كنضبطوا التاريخ بالضبط كما هو، كنديرو النهار تاريخ كنديرو موافق. ومن بعد كيعطينا الساعه والدقائق. هنايا غادي نشرح لكم مزيان البنات باش تفهموا البنات اللي ما قاريينش، هاد الموكينه هادي فيها الارقام على برا والارقام في الداخل. هاد الارقام اللي على برا ديال النهار، بحال مثلا غتحطيه في 3 ديال النهار ولا 9 كتضغطي على هذه، هاد الارقام اللي على برا.
الا غادي تحطيه في 9 ديال الليل ولا 7 ديال الليل، كتضغطي على هاد الارقام اللي في الداخل ديال هاد المويكينه هادي. بعد ما كتضبطي الساعه كتضبطي الدقائق. مثلا الا غديري 9 قد قد يعني 9 بيل، غديري غير 9 صافي، ما غديريش مازال دقائق صافي. بعد ما كتحققي الساعه كديري موافق، وكنرجعو كنديرو حفظ. ها هي هادي. ولا التحميل كل واحد وشنو كتعطيه. غادي نديرو حفظ، ومن بعد غادي نرجعو نشوفو الفيديو ديالنا هنايا في استوديو يوتيوب نيت. غادي نشوفو واش ولا عرض اولي ولا لا، لانه الا غلطنا في التوقيت ولا العنوان ولا شي حاجه ما كيعطيناش عرض الاولي. صافي الفيديو ديالنا ولا عرض اولي، غادي نخرجو غنمشيو لليوتيوب غنشوفو لا فيديو ديالنا واش هو هذاك، واش تلاح ولا لا نتاكدو. غندخلو القناه ديالنا من هنا مملكه النساء مع زهراء، نتمنى ان شاء الله تشاركوا فيها يا ربي وتشجعوني وتستفدوا دائما معايا. بعد ما كنضغط على القناه ديالي غادي ندخل البلاصه ديال لا فيديوهات، يعني الاداره لا فيديوهات في القناه ديالي. غادي نشوف لا فيديو ديالي واش تلاح، يكم عليه شي مخالفه ولا شي حاجه، وغنشوف السويعات والدقائق، نشوف المسائل واش كلشي هو هذاك. صافي كنمشي. من بعد شويه ملي كيقرب الوقيته ديال العرض ديالي كنجي كندخل اليوتيوب بالقناه اخرى ديالي الا كاينه عندي في التليفون اخر. غادي ندخل لا فيديو ديالي، ها هو كيولي بحال هكذا في اليوتيوب كما كتشوفوا معايا. كندخل ليه، وبهذه الطريقه هذه كنتاكد من الناس اللي غيشوفوا لا فيديو ديالي، واش غيشوفوه، واش غادي يدخلوا ليه، واش خدام ولا لا. بهذه الطريقه هذه بالقناه اخرى كما قلت لكم في تليفون اخر. الا كان عندكم شي تليفون قديم استغلوه بحال هكذا. دابا يا دخلت لا فيديو ديالي، حطيت البصمه وشفت شحال من بصمه عندي. دائما نحاولوا نديروا لايكات، نكثروا من لايكات العرض ديالنا باش يتشاف اكثر. اللايكات كتعاون الفيديوهات والعروض باش كتشاف اكثر عند الناس الاخرين. هنايا غادي نحط تعليق بقناتي الثانيه كما كتشوفوا معايا زهره شانيل. هنايا كنلقى الناس اللي متبعيني المتتبعين الاوفياء ديالي، ها هما حاطين التعليق ديالهم، يعني غيكونوا معايا في نفس الوقت. حطوا لي البصمه وحطوا لي تعليق. هنا غنحط حتى انا التعليق. غادي نكتب مثلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، عرض موفق ان شاء الله. صافي كنصيفط التعليق ديالي كنخرج. وبهذه الطريقه كنتاكد باللي الناس الاخرين المتتبعين ديالي غيشوفوا لا فيديو ديالي، غادي يدخلوا للبلاصه ديال التعليق، غادي يحطوا لي التعليق. كنتاكد باللي لا فيديو ديالي مزيان، المسائل كلها هي هذيك، ما كاين حتى شي مشكل. صافي بعد ما كنتاكد، وفي نفس الوقت كنشوف الناس اللي كتبوا لي التعليق، الناس اللي غادي يكونوا معايا حاضرين في هذيك الوقيته، لانه هاد التعليق كتبت باللي حنا غادي نكونوا في هذا العرض في نفس الوقيته. كنتمنى الناس اللي كيحطوا التعليق في العرض الاولي وكينساو العرض ما يحطوش التعليق من الاساس. كما كنقول لكم دائما، هاد التعليق واللايكات كتعني باللي انتيا غادي تكوني مع السيده في نفس الوقيته. لهذا كنتمنى اي وحده ولا اي متتبع يحط التعليق ويكون في الموعد ديال العرض، لانه هاد العروض هادو ما كنحطهم حتى كنكونوا محتاجين لديك المشاهده، محتاجين لديك التشجيع ديالكم انكم تكونوا معنا اليوم وغدا غادي نكونوا معكم حتى حنا. صراحه انا نقولها لكم، اللي كيتبعني كنتبعو كندخل كندير الاشتراك اللايك المشاهده والمتابعه دائما جار.
الفرص باش الجديد ديال هاد القناه اللي متبعاني حتى انا طيح ليا الجديد ديالها ندخل عندها هذيك الساعات. هنايا كما كتشوفوا معايا غادي نمشي نطلع على العرض ديالي قربت لقيته، غادي ندخل من القناه ديالي في البلاصه ديال الفيديوهات. فاش غادي ندخل باش نكتب التعاليق للناس اللي معايا نجاوبهم. ها هما الناس بداو كيدخلوا القنوات اللي متبعيني بداو كيدخلوا كيديروا ليا تعاليق زوينه وكيهضروا معايا هكا، كنرحب بهم كنفرح بهم كنشجعهم يبقاو معايا كنحاول انني نهضر معاهم واخا بالكتابه، لكن كنهضروا مع بعضياتنا كندردشوا مع بعضياتنا كنتعرفوا على بعضياتنا كنستافدوا من المشتركين كيجيو عندنا الناس كيشاركوا لينا كيتعرفوا على القناه ديالنا كنستافدوا بزاف من هذا العرض، وفي نفس الوقت كنفيدوا هاد السيده هذه اللي دارت هذا العرض كتستافد بالمشاهده اللي كنكونوا معاها من الاول حتى الاخر ديال هاد العرض هذا. وإلا ما قدرناش نكتبو ما عندناش مثلا الوقت كنكونوا حاطين التليفون في الكوزينه يدنا في الشقه في الكوزينه هكايا، ولا كنديروا شي حاجه كنديروا يد في التليفون ويد في الشقه كنديروا ليها غير هاد الايموجيات هادو كنحطوا ليها غير هاد الايموجيات هادو متتاليه. كما قلت لكم التعاليق الا ما كانتش متتاليه راه ما كتبانيش انك مع هاد السيده هادي في العرض ديالها من الاول حتى الاخر. لهذا بحال مثلا الا كنا مشغولين كنحطوا ليها غير هاد الايموجيات هادو اللي كيبانوا عندها وكيتبتوا ليها باللي حنا معاها من الاول حتى الاخر ديال العرض. كتكون متاكده من المشاهده ديالنا كتستفد منها في نفس الوقت والفيديو كيطلع في نفس الوقت من يلاه كيتحط كتعاونوا هاد المشاهده هذه انه يتبارطاجا من عند بزاف ديال الناس من عند بزاف ديال القنوات كيوصلهم هاد الفيديو هذا بهاد المشاهده هذه واخا كتكون قليله لكن كتدفع على فيديو وباللايكات. نحاول نكثروا من لايكات والبارطاج نشجعوا بعدياتنا دائما كما غتشوفوا معايا غادي ندعم بعض القنوات في هاد الفيديو نفس الفيديو ان شاء الله. كنتمنى انكم تشجعوهم وكنشكركم بزاف على الحضور ديالكم وعلى تشجيعاتكم ليا. الله ينجحكم حتى نتوما الله يكبر بكم كما كتكبروا بيا، لانه الصراحه كلمه شكر قليله في حقكم. الناس اللي كيحضروا معايا بحال هكا كما كتشوفوا معايا العرض باقي ما بدا باقي ليه شويه والناس دخلوا عندي وشجعوني بالتعاليق. ها هو العرض ديالي دابا بدا كما كتشوفوا معايا كيحسب الدقائق غادي يكملوا هاد الدقائق غادي يبدا كيولي بحال هكذا. كنتمنى تستفدوا دائما كنتمنى هاد الطريقه تعجبكم ان شاء الله وتشجعوني بالمشاهده من الاول حتى الاخر والتعاليق المتتاليه دائما في العروض ديالي تكونوا حاضرين باش حتى انا ان شاء الله نكون حاضره معكم كما قلت لكم قبيله. اللي مشترك عندي ومتبعني حتى انا كنكون مشتركه عنده ومتبعاه تاكدوا بنفسكم في القنوات ديالكم واش غادي تلقاوني ولا لا. راه كاينه واحد البلاصه فيها الناس اللي مشتركين عندنا كاينه في البيسي كتكون باينه واضحه الناس اللي عندنا اللي مشتركين عندنا بالقنوات ديالهم بالمسائل كلها. ان شاء الله في الفيديو قادم غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش تعرفوا الناس اللي مشتركين عندكم واش كاينين الناس عندكم ولا لا، واش متبعينكم القنوات اللي نتوما متبعينهم ولا لا، واش كاينه شي مصداقيه ولا لا ما بيناتنا. نتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم غادي نشاركها معكم باش دائما تعرفوا اللي مشترك عندكم واللي ما مشتركش عندكم. مثلا كاينين الناس كيدخلوا عندك دائما كيحطوا لك التعليق وكيخرجوا ما كيتفرجوا لك حتى 5 دقائق في الفيديو وكيقولوا لك في التعليق رحنا عندك انت ماشي عندنا. كتدخلي للبلاصه فاش كاينين الاشتراكات كتاكدي من هاد الناس هادو واش هما نيت بالفعل عندك واش مشتركين عندك ولا غير كيقولوها لك. الصراحه هاد الطريقه هذه اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله غادي تحل عينيكم على الناس اللي كيكتبوا بعد الناس راه كيكتبوا ما كنعممش ماشي كلشي بحال بحال. كاينين المتتبعين الاوفياء كيشتركوا وكيبارطاجيو الله يجزيهم بخير. كما كنقول لكم دائما دير الخير تلقاه، راه حتى هاد الاشتراك هذا ما تحقروش راه هو كتديو منه الاجر والاجر كثير عند الله. الله يقبل لكم ولينا ولجميع المسلمين لانه القناه شي حاجه اللي هي صعيبه ديما كنقولها لكم ما سهلش انك تطلعي القناه نهائيا خصوصا الناس اللي ما عندهمش الله يحسن العوان القناه بلا بيسي بلا ويفي راه ما كايناش صعيبه. نتمنى اننا دائما نعاونوا هاد الناس هادو الله يحسن العوان نديروا بحسابهم.
سواء في الفيديوهات نوعو في القناة ديالنا الا كانوا متتبعين ديالنا الله يحسن العوان، كاين اللي كيشارجي 10 دراهم باش يتفرج لك في ذا فيديو، نديرو فيديوهات اللي فيهم دقيقة وفيديوهات اللي فيهم 20 دقيقة، كل واحد وجهده وعلاش قد اللي ما عندوش يتفرج في الفيديو ديال دقيقة والله يحسن العوان. وكذلك نعاونو هاد القنوات هادو، الا لقينا قناة يلاه بدات باقة صغيرة نعاونوها، واخا ما كتجيش عندنا واخا ما مشتركاش عندنا نشتركوا ليها ونبارطاجيوها دائما، ما نديروا الواجب كامل مكمل نشجعوها بالبارتاج. كما قلت لكم البنات اللي عندهم 600 مشترك راه كيكون عندكم المنتدى متلوق، كيكون عندكم اللايف متلوق، استغلوا اللايف ديروا اللايفات باش تربحوا السويعات ديالكم تكملوهم، واستغلوا المنتدى بارتاجيو فيه القناه ديالكم باش تشهر باش توصل ان شاء الله يعرفوها الناس بزاف، وفي نفس الوقت تعاونوا مع بعضياتكم، ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع. اليوم غادي ندعم جوج قنوات واخا دعمت بعد منهم من قبل، لكن غادي نعاود تاني نهضر عليهم لانهم فعلا القنوات كيتبعوني صراحة دائما والله يجزيهم بخير، حتى انا متبعهم دائما كنشوف لهم دائما، والقنوات اللي كيتبعوني دائما انا معهم، راكم غادي تلقاوني في التعليق ديالكم دائما بتشجيعات وبالبارتاج دائما في المنتدى، سواء في قناتي التانية زهرة شانيل ولا هذه مملكة النساء مع زهرة، كان بارتاجي في المنتدى دائما. كنتمنى حتى نتوما ان شاء الله تبارتاجيو هذه القناة، تشجعوني بالاشتراك باش ان شاء الله توصل حتى هي علاش لا، وبارتاجيو يا ربي العالمين يوفقنا جميع. هنا كما كتشوفوا معايا كندير تعليق بالتليفون اخر ديال العائله، العبر كما كنقولوا حتى تليفون خسر، استغليتو درت فيه قناتي الثانيه زهره شانيل، دابا كنوري لكم به هكايا الطريقه كيفاش تطلعوا على العرض ديالكم، كيفاش تعرفوا بلي هو مزيان كل شيء هو هذاك. هنا كما كتشوفوا معايا الناس راه كيكتبوا ليا حتى انا كنجاوبهم، كندردش معاهم كنضحكوا كنهضروا على شي موضوع واخا بالكتابه، لكن كندوزوا وقت زوين الصراحه ما كنسخاش بالبنات هكايا اللي متبعيني المتتبعات الوفيات ديالي بحال هاد السيده هادي كما غتشوفوا معايا. دابا غادي نشوف شحال من لايك عندي وشحال من مشاهده في العرض اللي الله سالها هو، صافي راه كمل، غادي نطل شحال من اللايك وشحال من المشاهده، وفي نفس الوقت غادي نشوف هاد القناه اللي متبعاني دائما كتكون معايا في العروض من الاول حتى الاخر في الجديد، وحتى انا نفس الشيء دائما متبعاها كنشوف ليها الجديد. هاد الفيديو دابا يلا حطاتو غادي ندخل نشوفو غنتفرج فيه من الاول حتى الاخر، قناه زوينه، قناه هناء في ايطاليا، قناه زوينه السيده الله يعمرها دار، عندها محتوى زوين متنوع والشهوات الله يعطيها الصحه، الشهوات زوينين ما شاء الله عليها، والفيديوهات ديالها متنوعين. كنتمنى تدخلوا عندها تشجعوها بالبارتاج وباللايكات وبالاشتراك وبالجرس، ان شاء الله يا ربي العالمين تشجعوا بعديتنا بهذه الطريقه هذه. دائما نحاولوا نهضروا على شي قناه من القنوات الصغار ندعموهم بهذه الطريقه هذه، كنديو الاجر في نفس الوقت، وكنكونوا درنا واحد الحاجه اللي هي خير القناه ديالنا، لانه القنوات حتى هما راه يستحقوا نديروا عليهم الاجر، نديروا بهم الاجر بهذه الطريقه هذه، نفرحوا بهم الناس الاخرين، نشاركوا بهم، نشجعوهم بالبارتاج بالمشاهده. راه هاد الطرق هادو ما تحقروهمش، كنديو منهم الاجر كما كنقول لكم دائما، والاجر كثير عند الله والله يقبل لينا. دائما نحاولوا نصدقوا على القنوات ديالنا باش حتى ان شاء الله الا كنتخلصوا عليهم ناخذوا فليستنا يكونوا حلال، نحسوا بشي حاجه اللي هي حلال اللي تعذبنا عليها، اللي خديناها بعرق كتافنا، اللي كتكون حلوه واخا كتكون قليله لكن كتكون حلوه. والله يوفقنا يا ربي نوصلوا لهاد المساله هذه، اننا نتخلصوا على القنوات ديالنا، لان قناه راها خدمه، راها ماشي درناهم غير باش نضيعوا عليهم الوقت ولا نبانوا بهم، لا القنوات ما درناهم حتى محتاجين لهم، بغينا مثلا نغطيو بهم واحد شي حاجه خاصنا، نضرقوا بهم واحد الحاجه ناقصانا، خصوصا
اللي عنده الوليدات الله يحسن العوان، تابعوا الكرا، تابعوا الضو، الماء والمصاريف، والوقت صعيب وزادت كتصعب، هذا الزمن صعيب بزاف وبزاف. لهذا نحاولوا ندعموا بعضياتنا، نشجعوا بعضياتنا بالاشتراك، بالبارتاج، بالمشاهدة الكاملة من الاول حتى الاخر. هكا نصحوا بعضياتنا، واخا في التعليق الا شفت مثلا فيديو ديالها فيه شي حاجه غادي ننصحها، غنقول ليها ديري هكا ديري هكا، ولا نحط ليها النمره الا كان ممكن نحط ليها النمره، نقول ليها تواصلي معايا ما كاين مشكل، غادي تستفد معايا وغنستفد معاها، وغنشجعوا بعضياتنا، وفي نفس الوقت نديروا الخير في بعضياتنا. دير الخير تلقاه كما كنقول لكم دائما. دابا غادي ندخل القناه غادي نتفرج فيها كما كنقول لكم دائما، الا كنفطر ولا كندير الكوتي كنحط التليفون ديالي بحال هذه الطريقه كما غادي تشوفوا معايا، كنتفرج في بعض القنوات اللي كندعمهم كنشجعهم، كيعجبني المحتوى ديالهم كنتفرج فيهم، في نفس الوقت كنستفد معاهم. ونتمنى حتى نتوما دائما ديروا بحال هكذا. دابا غادي ندير لها اللايك، وغادي نحط التليفون ديالي غادي نقدو مزيان، ندير الكوتي ديالي، ولا الا كنفطر دائما كما نتوما عارفين العيالات، حنا ملي كنوصلوا الوليدات المدرسه كنرجعوا كنعطيو شويه ديال الوقت لراسنا، كنجلسوا مع راسنا، كنهزوا التليفون كنشوفوا شكون اللي حط الجديد، اش من الميساجات جاونا القناه ديالنا، اش من الميساجات جاو عليها، التعاليق ديال المتتبعين الزوينين ديالنا الاوفياء نجاوبوا ليهم، نحطوا ليهم قليب اللي كيثبت بلي حنا معاهم، شفنا التعليق ديالهم. نتمنى هذه المساله هذه حتى هي تاخذوها بعين الاعتبار، ما تميكوش على المتتبعين ديالكم، حطوا ولو هذاك القليب اللي كيثبت انك شفتي هذاك التعليق، رحبتي به، فرحتي به، حتى هذاك المتتبع اللي صفت لك هذاك التعليق كتب لك داك التعليق، دخل له فيديو ديالك، ضيع من وقته كتب لك التعليق، قلب على حرف حرف باش يكتب لك تعليق زوين محفز اللي غادي يشجعك دائما تكوني تحطي الجديد، تنجحي، يوصل لك بالمشاهده، لانه بدون متتبعين راه القناه ما كايناش، القناه هي الجمهور ديالها، الا ما كاينش الجمهور ديالها المتتبع الوفي راه ما كايناش القناه، ما غاديش تطلع. لهذا نحترموا المتتبعين ديالنا الاوفيين، نكبروا بهم، نشكرهم دائما، لانه فضلهم وفضل الله راه ما عنده ثمن، والله يجازيكم بخير دائما. الصراحه كلمه شكر قليله في حقكم، الله يعطيكم الخير والله يكبر بكم كما كتكبروا بيا دائما في الحضور، في خصوصا في العروض اللي كنحتاجوا اننا نحضروا فيهم من الاول حتى الاخر. كنتمنى المتابعه ان شاء الله، المشاهده من الاول حتى الاخر دائما تكون مداومه ما بيناتنا. وشكرا لكم كما قلت لكم كلمه الشكر قليله في حقكم، الله يعطيكم الخير، الله يكبر بكم كما كتكبروا بيا، الله يفرحكم، ولو تحطي لي غير ما شاء الله كنفرح بها الصراحه وبزاف. الله يجزيكم بخير، جعلها الله في ميزان حسناتكم، الله يعطيكم الخير، والله يوفقكم حتى نتوما اللي كتمنى شي حاجه الله يحققها ليه يا ربي العالمين. وكما كتشوفوا معايا دابا راني حطيت التليفون ديالي قديتو، كنتفرج في الاخت هناء في ايطاليا اللي كتوجد لينا طويجن ما شاء الله كما كتشوفوا معايا، الله يعطيها الصحه والمحتوى ديالها الزوين ما شاء الله. نتمنى تدخلوا عندها تفرحوها بالمشاهده، باللايكات، بالاشتراك، بالبارتاج في المنتدى وفي الفيسبوك. البنات كما كنقول لكم دائما استغلوا الفيسبوك، البنات اللي كيعرفوا ليه راه زوين كيعاون القناه كطلع. كنتمنى ان شاء الله لكم كلكم التوفيق والنجاح، نستغلوا اي حاجه البنات، نستغلوا المنتدى، نستغلوا اللايفات، نستغلوا الفيسبوك، نستغلوا الانستغرام، الواتساب، الستوري ديالو دائما نحطوا فيه الجديد، نحاولوا ما نحقروش هذه المسائل هذه كلها، راها كتعاون القناه وكذلك العائله، نعاونوا بعضياتنا، العائله ديالنا تعاون معنا بالبارتاج، بالمعاونه هكا، بالمشاهده، دائما تعليق الزوين، راه الدعم ديال العائله وديال الاحباب حتى هو راه كيعاون وكيفرح الصراحه. كنفرحوا بالعائله ديالنا اكثر من الناس الاخرين اللي كيحضروا معنا، وجزاهم الله خير يا ربي العالمين. واي واحد سواء من العائله ولا من غير العائله كنشكره دائما كما غتشوفوا معايا، الناس اللي متبعيني ها هما وهنا في ايطاليا، غادي نوري لكم التعليق ديالها، ها هي معايا، تشوفوها. والناس اللي كيحطوا لي التعليق ديالهم
كنشوف دابايا اللي ما حطيت ليهش قليب غادي نحط ليه، الا ما عنديش الوقت نجاوب كنحط هكا. القلب كيعني انني شفت داك التعليق فرحت به، والله يفرح هاد الناس اللي كيفرحوني. كنشكرهم بزاف بزاف. كل مره ان شاء الله كل فيديو ديالي غادي نحط واحد القناه غادي ندعمها ان شاء الله، اللي كتبعني دائما وكدير لي مشاهده وكتشجعني. كل فيديو ديالي غادي نحط فيه واحد القناه من هاد القنوات اللي كيتبعوني. كنتمنى حتى نتوما اللي شاف هذا الفيديو اول مره يشترك ويشجعني بالبارتاج وبالتعليق زوين، يحط لي تعليق زوين ان شاء الله ومحفز ان شاء الله اللي غادي نشوف نفرح به ان شاء الله. حتى انا نفس الشيء كنتبعكم بكل اخلاص بكل صدق، كنشارك واخا نتوما كتحذفوا لي الاشتراكات ديالكم، انا ما كنحذفهمش. اللي اشتركت عنده كنبقى عنده دائما وغنبقى عنده، ما غاديش نحذف الاشتراك ديالي. وهنايا كنوري لكم الفيديو ديالي اللي درت على الطريقه ديال لايف ساهل ماهل، طريقه سهله استفدوا منها بزاف ديال البنات اللي توصلوا معايا في الواتساب شكروني. كنقول لهم بصحتكم الله يفضل لكم تربحوا السويعات. كنتمنى حتى نتوما البنات اللي ما كيعرفوش يديروا لايف يتفرجوا في هذا الفيديو، راه عندي في القناه طريقه ديال لايف سهله واضحه بالدارجه المغربيه ديالنا. دغيا دغيا كتاخذوا الطريقه كتعرفوا كيفاش ديروا اللايف، وكذلك كيفاش تقطعوا الصوت ديال اللايف الا كانوا عندكم الوليدات ولا الصداع حداكم. غادي تجاوبوا غير بالتعاليق، طريقه زوينه وسهله غادي تعجبكم وغادي تستفدوا منها وغادي تعلموا ليها دغيا دغيا وغادي تربحوا سويعاتكم. وواحد المساله على اللايف البنات، كنتمنى اللي غادي دير اللايف تبارطاجي باللي هي غادي دير اللايف قبل ما تبدا، باش يكونوا معاك الناس حاضرين معاك كيكتبوا لك التعاليق يتفرجوا لك، لانه ديك المشاهده هي اللي كتربحي في هذاك اللايف، خصوصا المشاهده اللي كتكون من الناس اللي حاضرين معاك من الاول ديال اللايف حتى الاخر. لهذا تبارطاجيو اول حاجه هو الوقت فاش غادي ديروا اللايف، بارطاجيو في الواتساب وفي انستغرام وفي هذا الفيسبوك باللي نتوما غادي ديروا اللايف، باش الناس يدخلوا عندكم يتفرجوا معكم. وبقاو البنات قبل ما ديروا اللايف وجدوا شي موضوع اللي يكون زوين اللي غادي يعجب المشاهد يجلس معك يتفرج معك ساعه ساعتين، لانه اللايف الا ما درتيش فيه ساعه ساعتين بالنسبه للبنات اللي كيخدموا على السويع ما غاديش تستفدوا منه. لهذا نحاولوا نختاروا شي موضوع زوين اللي غادي يعجب المشاهد المتتبع اللي جالس معنا، باش هاد اللايف ما يكونش ممل. نحط موضوع زوين اللي غادي نناقشوه مع المشاهدين ديالنا، في نفس الوقت يستفدوا معنا ويضحكوا معنا وندردشوا هكا مع بعضياتنا، ندوزوا وقت زوين في هذاك اللايف يكون ساعه ساعتين، والمشاهد كذلك يكون معنا بالتعليق المتتاليه، لانه بحال لايف بحال العرض دائما نكونوا فيه بالتعليق المتتاليه، المشاهده الكامله من الاول حتى الاخر، الاشتراك اللايك البارتاج، بهكا نستفدوا من هذاك العرض ولا اللايف نشجعوا بعضياتنا. كما قلت لكم اليوم غادي ندعم جوج قنوات اللي شفتوا معايا، وحده قناه هنا من ايطاليا، وقناه الثانيه غادي تشوفوها معايا في هذا المقطع اللي صورت بالصوت. دائما البنات التصوير حاولوا انكم ديروا تصوير مع الصوت، كيكون افضل واحسن وكيكون سهل في المونتاج. غادي نخليكم مع هذا المقطع ان شاء الله غادي تستفدوا منه، وفيه غادي نتعرفوا على قناه الثانيه ان شاء الله اللي غادي نشجعوها حتى هي ندعموها بالاشتراك وباللايك وبالبارطاج ان شاء الله يا رب العالمين، والله يوفق الجميع. بحال مثلا دخلت اليوتيوب ولقيت هاد العرض محطوط ديال الاخت زهرة السرغينية، غادي ندخل ليه، باقي ليه 11 ساعة، ها هو غادي ندخل ندير لايك، راه درتو، ها هو حطيت ليها بصمة، هنا غنحط ليها التعليق، غادي ندخل غنكتب التعليق، ها هي التعليق، عرض موفق ان شاء الله، غادي نصيفطها. وها هي هذا التعليق والبصمة اللي حطيت ليها، اش كيعنيو؟
خاصنا دائما نعرف كل حاجه اش كتعني وعلاش كنديروها. بالنسبه للناس اللي قلنا ما كيعرفوش الطريقه ديال العرض والعرض اش كيعني وبزاف ديال المعلومات، غناخدهم في هذا الفيديو ان شاء الله يا رب العالمين. هذا التعليق كيعني باللي انا شفت هذا العرض، شفت التوقيت بالضبط امتى غادي يكون وامتى غادي يبدا. حطيت لي هذا التعليق، ملي غتشوف هذا التعليق هذا غادي تعرف بلي انا غادي ان شاء الله نكون معاها في نفس الوقت. ها اللي كتعني هذا التعليق مولة العرض، ملي غتشوف التعليق ديالي غادي تعرف بلي انا ان شاء الله غادي نكون معاها في نفس الوقيته فاش غيبدا العرض ديالها. نتمنى الناس اللي كيحطوا التعليق وكينساو العرض في الوقيته ديالو فاش كيبدا ما يحطوش التعليق من الاساس، لانه الا حطيت التعليق خصني يكون في هذيك الوقيته في هذاك العرض. بحال مثلا هاد السيده هادي حطت لها التعليق، الا ما كنتش انا حاضره في هذاك العرض اللي يلاه بدا غادي يبقى فيها الحال بطبيعه الحال. نتمنى ان شاء الله اللي حط التعليق يحضر في العرض من الاول حتى الاخر. كما كنشوفوا هاد السيده هادي عندها مثلا، نشوفوا شحال ديال التعليق، شحال ديال الناس غادي يحضروا ان شاء الله. كاينه واحد جوج ثلاثه القنوات دابا كاينين، ومازال غادي تزادوا الاخرين يلا حطت العرض ديالها، باقي لي 11 ساعه ان شاء الله غادي تزادوا ليها مازال الناس الاخرين. من هنا لديك 11 ساعه راه غادي يكون عندها ان شاء الله الناس ديالها المتتبعين ديالها اللي غادي يحضروا معاها. اللي انا منهم السيده اللي عمرها دار عندها المحتوى زوين، محتوى نقي. نتمنى ان شاء الله ندعمها مره اخرى، واخا درت لها الدعم في القناه ديالي كما درت لبزاف ديال البنات، لكن كنعاود بحال هكذا مره كنحط القنوات اللي دائما متبعيني منهم. هاد الناس ان شاء الله غادي نحطهم الناس اللي متبعيني دائما مره كل فيديو غادي نحط قناه وحده من الناس اللي مشتركين عندي، لقيتهم مشتركين عندي كما قلت لكم قبيله. غادي نوري لكم الطريقه كيفاش تعرفوا الناس اللي مشتركين عندكم، غندير لكم فيديو خاص ان شاء الله تعرفوا الطريقه ان شاء الله. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ونتمنى تشجعوني بلايك والاشتراك بارتاج مع العائلة والأصدقاء، فضلا منكم ليس أمر. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتستفدوا منه بزاف. بالنسبة للبنات اللي معرفينش الطريقة ديال العرض الأولي، شاركت معكم بزاف ديال المسائل اللي غادي تنفعكم. الطريقة ديال العرض الأولي سهلة مهلة واضحة، كنتمنى إن شاء الله ديروا من بعد ما غتكملوا هاد الفيديو إن شاء الله كنتمنى ديروا عرض الأولي وتردوا عليا في التعليق إن شاء الله. كنتمنى تستفدوا معايا دائما، كون عند حسن ديالكم وخفيفه وظريفه على قلوبكم. شكرا لكم على المشاهده، الصراحه كلمه شكر قليله في حقكم. الله يجزيكم بخير على الحضور، على التعليق ديالكم، على تشجيعكم ليا دائما. كنتمنى لكم كلكم التوفيق والنجاح. غادي نخليكم مع مقطع من القناه ديال الاخت زهره السرغينيه اللي هي قناه زوينه، محتوى زوين ونقي، تستاهل اننا ندخلوا عندها نشتركوا عندها نشجعها بالبارتاج وباللايكات وبالمشاهده الكامله للفيديوهات ديالها وبالتعليق الزوينه ان شاء الله. فرجه ممتعه للجميع بهذا المناظر الرائع بالاستواء مع الاخت زهره السرغينيه. طلبوا فرصكم. السلام عليكم، كديرين لاباس عليكم؟ بخير هاني متبعين ديالي عزاز، شارك معكم شتي وعدنا تطيح دابا. دابا راه عقبت جهدات تبارك الله، تبارك الله خير تعشى يشو القادوس تاع الدار كيفاش تيكب الماء. تبارك الله تبارك الله، كلشي عمر ما